أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هناك مشروب وطني عصير يباع في المحلات، وقد كتبت عليه هذه العبارة: عندما تتجمع قوى الشر والظلام للسيطرة على العالم ينطلق إيهان. يقول: هناك مشروب وطني أي عصير يباع في المحلات، وكتب عليه هذه العبارة: عندما تتجمع قوى الشر والظلام للسيطرة على العالم ينطلق هاني مدافعا عن العدالة ليهزم الأشرار. هاني إنه فتى رهيب يستمد قوته من عصيره الذي يحتوي على مزيد من الفواكه الطبيعية والفيتامينات. خذ جرعة من عصيره المتميز لتزداد قوة وتساعد في مغامراته. هذه دعاية من دعاية لهذا العصير، ودعايات هؤلاء الشركات وهذه المصانع إلى انتوجاتهم دعايات كثيرة متنوعة، فهذا من الدعاية الباطلة والسخرية. والعصير في حد ذاته مباح إذا لم يكن فيه مادة محرمة أو يكون مسكرا، وإنما هو عصير فواكه ليس فيه إسكار، هذا من المباحات. ودعوا عنكم هذا الكلام، هذا دعاية فقط، دعاية لهذا العصير، وهي دعاية كاذبة ودعاية باطلة.